في الحقيقة نحن الآن في ساحة الجمهورية، هذه المظاهرة هنا على يميني هي نهاية المظاهرة، تمتد لأكثر من مئات الأمتار. حقيقة كنا نمشي قبل دقائق خلال هذه المظاهرة الآلاف مشاركون على عكس الأسابيع الماضية الذين يعني طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، وكان على رأس الحاضرين في هذه المسيرة زعيم المعارضة الفرنسية جان لوك ميلانشو، وهو رئيس حزب فرنسا الأبية الذي ألقى خطابا قبل بدء هذه المظاهرة قبل حوالي ربع ساعة من الآن، وندد بما وصفه بالإبادة الجماعية التي تحصل في غزة، وطالب بوقف إطلاق نار فوري، وطالب أيضا بإدخال المساعدات الغذائية وإغاثة الناس في قطاع غزة. هؤلاء المتظاهرون لو يعني يمكن أن نترك الكاميرا تتجول بشكل أقرب من هذه التظاهرة التي تسير في شوارع باريس بدءا من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الباستيل، وهذه التظاهرات الأسبوعية كما ذكرت اعتادت باريس أن يخرج الباريسيون وأيضا العرب المقيمون هنا في فرنسا في هذه التظاهرات. تظاهرة اليوم كما ذكرت هي تحمل طابع سياسي لأن هناك نواب من البرلمان الفرنسي، نواب من المحسوبين على اليسار تحديدا، وعلى رأسهم رئيس حزب فرنسا الأبية كما ذكرت. هؤلاء يطالبون أيضا بوقف الأعمال التعسفية وأعمال العنف في الضفة الغربية، وأيضا في المطالبة الدائمة على رأس هذه المطالب هي ضرورة العمل والسماح وإجبار إسرائيل على السماح للمنظمات الإغاثية وأيضا المساعدات الطبية بالدخول إلى قطاع غزة ووقف المجازر التي ترتكب بشكل دائم. وهذه التظاهرة تأتي بعد يعني يومين من شهادة أطباء فرنسيين كانوا قد زاروا قطاع غزة وأدلوا بشهادتهم أمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، ومن ضمن هذه الشهادات شهادة لطبيب فرنسي قال بأنهم عندما كانوا في مشفى الشفاء كان هناك قصف إسرائيلي أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص من بينهم نساء حوامل، ومن هذه النساء أجريت عمليات قيصرية وأخرج الرضع، لكن جيش الاحتلال جاء إلى المشفى وأخذ هؤلاء الخدج والرضع، وفي اليوم التالي كما قال شاهدوا هؤلاء الأطفال الصغار ميتين خارج المشفى. وبالتالي نحن نتحدث عن مطالبات سياسية وشعبية، هذه المظاهرة تحمل طابعا شعبيا وسياسيا للضغط على الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية للعمل بشكل أكبر لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.